والاستمرارية، الاستمرارية ضرورية، لأن أنتم تعرفوا العهدة الأولى وماذا جرى في العهدة الأولى. أولا تسلط علينا مثل ما تسلط على البشرية كلها وتقبلناها بصدر رحب ما دامها قدرة إلهية، الكوفيد اللي خلى بلادنا منذ سنة ونص يعني مصانع مغلوقة والمدارس مغلوقة والثانويات مغلوقة، ونحاول ننقذ ما استطعنا إنقاذه من أرواح تاع مواطنين ومواطنات عبر كل الوطن. كنا سباقين لحماية هذا الشعب الكريم بما فعلناه وما جئنا به من بعيد من الصين آنذاك حتى وصلنا إلى اللقاح.